ويلكم باك جيمرز اند جنتلمان، رجعت لكم تاني بفيديو جديد. معاكم احمد باك وقد فرجني وكولابوريشن مع فيس اوبرا محمد فاروق 83، ونكمل مع بعض هذه الرحله مع الكابلز كودي ومي، ونشوف مع بعض هنوصل ازاي لربع الجواب الاولاني، عشان هنفوت في جواب خدناه دكتور حكيم خده مننا وقطعه، وفوت نلم الاربع ارباع ده اللي حصل في الجزء اللي فات. لو انت ما شفتوش ممكن ترجع تشوفه، ويلا بينا نشوف اللي هيحصل. لو انت اول تشوف الفيديو اول مره يعني ما تنساش تشترك في القناه، لو انت بتشوف القناه ما تنساش تتفاعل يا جماعه واللايكات والكومنتات عشان الفيديو ينتشر. وهيا بينا يا فاروق، يلا بينا. كان عندنا حته دي وين؟ انت بتعمل ايه؟ دي ليه علاقه بالفوق يعني، المفروض انا اطلع فوق او كده عشان اتحركها لي، بس المفروض نطلع منين بقى؟ ما هو يا بهل نطلع بالطريقه التقليديه. دي بعيده، ايه ده؟ معموله بعيده عشان يعني كده لازم اقعد ارقص بيك. يلا ايوه. لا بص يا فاروق، بص يا حبيبي، انا هروح انط، استنى استنى، انا هنط هنا اعلى حاجه خلاص، ولما الزق لما اجي انط حركها لي ناحيتي تاني. انا المفروض انط هنا صح؟ ايوه. اتحرك بقى، عدل بقى. ايوه. يا الله حوار، اعمل ايه بقى المفروض؟ اهو دوس على دي، دوس على اللي وراها الاول. دي المفروض تسوقها تقع ولا ايه يعني؟ اللي وراها يا بس يا دي الكيمة الأولية. هو اللي وراها دي ممكن ترجع فيها الزمن صح؟ بس طلعنا فوق بقى. كل ده ماشي خلاص. استنى، في حاجة تانية هنا ولا لا؟ مفيش أي حاجة تانية. أوكي، عايزة توقيت؟ امال يلا اجري. مش دلوقتي، امال اجري امتى؟ اول ما تدوس وهي تطلع تقوم جاري عليها ونط كده. ماشي، بسيبها المفروض استعمل الشبح بتاعي. لا دوس عليها، دوس عليها بقى اهو. بس يلا اجري، مجرد ما بطلع بتقع. لا بص بقى، انا فهمت. تعال تعال تعال، لازم انت تفضل واقف وانا اعدي واكلون نفسي، وبعد كده اقف انت هنا، انا اعديني اكلون نفسي انا هنا خلاص، عديني تاني، خليك واقف بقى، عدي انت بس خلاص. شفت بقى سهلة ازاي؟ هما دول لسه موصلوش. دي ساعة زمنية عملاقة ولا ايه؟ بوس فايت. ايه ده؟ هو ايه اللي موتنا؟ ايه اللي موتنا؟
اه دي زي السيف يعني. هي كأنها بوس فايت، وكأنها لسه بوس فايت. ايوه بقى الاثنين بقى، خد بالك خد بالك من نفسك، خد بالك من نفسك. لسه عم مزاولة. يلا وانا ممكن اقف فيها. We made it. We made it. About time. You get it? كودي شكله كوميدي فشخ، هو بيجري يا فاروق. هي نط تاني باونس. اه حبيبي احلى حاجه بتحبها يا فاروق دي. معقولة عديتها من أول مرة فاروق؟ معقولة؟ كده 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 أيوة. اوكي هول تعالي بقى هاتني هنا. اه اقعد اتفرج عليك بقى، اشرب سيجاره بابا تيجي. هو كودي تقيل يا عم. تقيل ايه يا عم، انت اللي تقيل. قلت لك هتلعب بكودي انت مش قده، مفيش فايده. ايوه اصبر بقى اصبر بقى، هي هتجيبك كده لوحدها. بس نط بقى، الحمد لله على السلامه يا فندم. انا خلاص، انا ناس في الفيسبوك زهقت من فيديوهاتك وانت مش عارف تنط. لا مجال للتراجع. هو ايه الساعة اللي في ظهري دي؟ اوه امسك. طبعا انت لازم تموت طبعا، طبيعي يعني. لو ما متش انا هتفاجئ بصراحة. ما هو خدوني على اخواني. اخوانت ايه يا عم؟ البتاعتين تحتيه زي خراوي عين الشمس. ايوه نشن نشن. ده انا بس اللي ضاع، انت واقع اوريدي. احنا دخلنا العش بتاعه. اه ده المفروض بقى العنقاء الميكانيكيه. المفروض نروح فين طيب؟ المفروض نعمل ايه؟ هي هتفضل بقى تخرق في الازاز كده لحد ما يخلص. نقف على الحرف هنا طيب. الحرف بيكسر كل حاجة. هي بتعمل ظل، اه خد بالك كمان على الظل. تعال عليا تعال عليا. لا لا لا.
دي عنيفة أوي. أيوة أمال فين المفروض بتاعتنا؟ لبستها في الحيطة. او كودي يعني مش انت يعني تعرفش حاجة انت بتتفرج. مع بعض لازم مع بعض. شايف الفيو يا فاروق؟ ما الذي يحصل؟ مربعات بقى ايه ده في انا فين؟ انا وقعت انا وقعت جيت اعمل ايفيد طرت في الهواء طحت. ايوه كل ده علشان احنا كل ده هتفادي حاجات ولا ايه؟ ده نظام جاد اوف وور. فاكر في مرحله في جاد اوف وور كانت كده؟ ايه ده بتنك ايه بس بتنك في ايه دلوقتي؟ في النص حلو حوار صوت الفيديو ده. ساعة بتحاول تعيد الزمن عشان تموتنا تاني، خدت بالك؟ انت فهمت الموضوع؟ كفاية بقى. خلصنا ولا ايه؟ هي لازم تبلعهم كلهم. ها كل مرة بتتعلم في مكان جديد عشان ايه؟ هما كام واحدة طيب؟ انا حاسس اللعبة هنكت ولا ايه؟ خلاص احنا لازم نوقف التعاب. نخليها تضرب في الساعة. يلا خلاص بح. كويس انك اكتشفت، انا مكنتش مركز خالص في الوسط عدنا. Cody!
هو اللي بيحصل ده. نط يا بقى. اصبر بقى ما تبطا. ماشي. ممكن اموت بسرعة طيب؟ ايوه. فين بقى؟ هنط هناك ولا ايه؟ ماشي. اه دي قربالي شوية قربالي شوية يا ابني قربالي. التكافؤ حاططها فوقيا. ايوه ماشي. طلعني فوق بقى. طلعني فوق 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 فوق. لا خير. انت تحت. روح الناحية التانية كده. ايوه انا عايز بقى في الاخر. عايز الناحية التانية. ايوه يطلع. روح شمال. روح شمال 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 مش يمين. شمال. ايوه هوب 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 هوب. ماشي. وبعدين. ايوه. يا ابني يا ابني. اثبت اثبت اثبت. هي بتتحرك يا بهجت لوحدها. ماشي. المفروض عايزين نودونا فين طيب؟ ماشي. ايوه هات هات السرير ده ولا البتاعة دي. ايه دي؟ ايوه. انزل عادي. انت بقى عشان بتتحكم في الزمن انت بتجري وتنط على طول. لا طب تتحكم في الزمن كده. روح يمين. ظرف الكلوك. اجري بقى بسرعة. طاع بس دوست اخر ار وان في اخر لحظة. ايه ده دخلت في المكان الولية التمثال. ايه ده ايه اللي حصل؟ احنا مش خلصناها؟ المفروض نوصل في نفس الوقت صح؟ انا عدنا ليه؟ انا مش فاهم هتعادت ليه؟ عشان انت جيت مكاني المفروض ما تجيش مكاني. ازاي اجي مكانك ايه اصلا من بداية الموضوع وكل واحد بيطلعنا في اتجاه؟ ايوه بقى ايوه بقى. بيرفكت بوزيشن. Keep up your end of the bargain, Mr. Book of Truth. Uh-huh. Okay, okay. That's the way you want to go? Yeah. Uh-huh. Okay. Yeah. You like it? Yeah. Okay. Yeah. Uh-huh. Okay, let's do it. ده كل ده بيحصل جوه الساعة دي؟ Working. Our cuckoo clock is working again. Cuckoo clock? This will make Mum happy.
She likes it when things are on time. تاني letter B's number one numero uno اهو بص ده اول ربع اهو. Are you ready for piece number two and lesson number two? No. Good. What else besides love makes what's what television عندك يا mortgage kids no a tractor ta-da! It pulls people together. Appeal, interest, allure, fool. We're getting divorced. That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. What are you doing? You don't like it? No. Okay. Okay. You're entitled to your own opinion. هدفنا فين ده؟ جوه الفريق في الجليد. Attraction is like a magnet. هي دي الحته اللي فيها السكيت. Plus minus. لازم تلج لازم يكون في سكيتنج يعني. Yeah. This magnet will help you rediscover the attraction you once felt for each other. Yeah. One is plus, one is minus. That's not how it works. A magnet always has both poles. Not these magnets. Come on. Oh. Hey. Hey. What the? Hey, where'd he go? Hey. New tools. Why does this place look so familiar? Yeah. Oh, wait. Hey, you recognize that mountain? Yes. This is where we had our first skiing trip together. Yeah. خدوه في أماكن إيه؟ Oh, no. We're stuck inside that snow globe we bought there. Get to the top of the mountain to receive your next piece of the letter. Yeah, what if we freeze to death trying to get there? Use your magnet powers and the attraction will warm you up, baby. Uh-huh, yeah, you feel that? Warm. Mm-hmm, kiss it. You like? What is wrong with that guy? He's obscene. Oh, God. No, I'm fine, but... Ooh, chilly. Yeah. طبعا يا جماعه وكده كنا وصلنا لغايه الفيديو. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. كان معاكم احمد بهجت وفيس اوبرا من قناه فرجني, وان شاء الله نشوفكم فيديو جاي ونشوف هيعملوا ايه كودي وماري في هذا الجليد الصقيع, ونشوفهم هنعدي المرحله ازاي عشان ناخد النص الربع الثاني من الجواب. ونشوفكم فيديو جاي يا شباب, ومع السلامه.